الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض. الحادي أخوه جم من زيارة راح تزوره، فهي من طلعت من بيتها ماكو يعني خطوة واحدة الثانية كضت شتفها طلقة طقتها منا وصلت اللي هنا الله ينعم عليك، فرشت تنفطي ما وصلت الباب من القمر طاح عليها ما تعرف الطلقة منين ما منين كلها من هاي الطلقة الطايش العالم ترم. وديناها بوقتها للمواني، المواني بعد حملوها ودوها حولوها على التعليمي لين بعد هنا قالوا ما نقدر نطلعها، فرحنا للتعليمي الحمد لله بشكر طلعوها. فالشغلة سببت الطلقة تسمم عندها بالدم، اي ظلت خطية 6 شهور لحد هسه اليوم 7 أشهر تقريبا صار لها هي تعاني من هذا الشيء، تسمم بالدم ندور دم هو اكو تسمم بالدم يعني ما صارت بعد كل شهر. يعني فقدت 7 أشهر راحت للمستشفى. بالمستشفى ظلت 20 يوم بالتعليمي، طلعناها من التعليمي شوي صارت زينه وهاي ما طولت لها شهر، رد دم بعد تسمم قرض الدم قام ينزل دمها الى 9، ندور لها دم يوصل 10 يوصل 9 يوصل 9 يرجع ينزل الى 6، اي كل ما زاد التسمم عليها بحيث لما اخر شيء بعد حتى دم هسه بالبواني اخر دكتور رحت له الله يستر عليه ان شاء الله يعني دارها مدارة لحد ما كلش آخر شيء بعد قال حتى الدم ما يندار لها لأن كثرة التسمم عليها أثر على بطنها كلها، يديها صار الزريق رجليها صار الزريق كلها من وراء سببها طلقة. والله مطالبنا يعني هي مطالبنا ترى هو بالنسبة للشعب كله هذا الطاقة تطلقة نزاع عشائري وقاتل ومقتول، هي أصلا مسببة بس أذية قاتل مقتول يمشي بالشارع مطيق طلقه عالية من أنا والله لو تنفك هاي النزاعات والرمي العشوائي شوي الشعب هم يرتاح. ندين نستنكر هذا الرمي العشوائي يعني نزاعات العشارية وغيرها من الرمي، يعني بشر يمشي براحته بالشارع ما مرتاح يا ساعة طقة طلقة، هم عندنا أطفال عندنا نسوان عندنا زلم كبار هم نخاف عليهم يعني هم مشكلة يعني المرجعية هم حشت وقالت وفتت بهذا الشيء هم بس شو السبب بعد طالب من الحكومة من المرجعية بلكته والله التفت لنا. ترجمة